صدقيني يا شيماء، واللي بتحلمي لي يا ماما لو انا ملاك يا مريم. كتر في الدعاء يا ماما، انا بموت. اقول لها لا انت حلوه يا ماما، والله انت حلوه مش هموت. تقول لي لا انا بموت، انا بموت يا ماما. اقول لها لا انت حلوه. على كلام الدكتور حسبي الله ونعم الوكيل، فيه ما عندوش ضعف ضمير. مش مسلم، مش من المسلمين، لا مش من المسلمين ولا على ملة الإسلام. إن عارف إن بنتي بتموت وعندها التسمم، وعندها التسمم ومش راضي يقول على اللي عندها، ويبعتني هنا ويبعتني هنا من الدكتور ده للدكتور ده، وهي بتموت عندها خراج في المعدة مكان المعدة ما شالها، وهو اللي قال من واحنا بنشيل المعدة نزلت عصارة في الجرح، عملت تعفن، عملت عفونة في بطنها وعملت خراج. بقى نروح للدكتور ليه يفتح الجرح خراج زي نافورة خراج نازلة من التن، من التن والله ريحتها من التن، ريحة كلب ميت طالع من بطن بنتي وبطنها كبيرة كلها خراج. وتزعق تقول انا بموت، يقول لها لا انت حلو، انت فضحتوني، انت فضحتني في البلد، انت امك يا مرو. تقول انا بموت يا دكتور، انا اقول له بنتك بتموت، يقول لا بنتك حلو، بنتك ما فيهاش الا الصحه والسلام. ده بنتي جالها جلطه في الشريان الرئوي، يقول لي ده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي. 8 يعملوا العمليه، 10 يعملوا العمليه، 8 يبقوا حلوين واثنين كده. والبنت اللي معاه قالت لي ما تخافيش يا ام مروه، كانت في بنت كده زي بنتك، كان في بنت جالها خراج كده زي بنتك. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، متابعينا وحبنا في كل مكان، متابعين مصر اليوم احييكم وارحب بحضراتكم من هنا من محافظه كفر الشيخ احمد داوود وراسل موقع بكفر الشيخ، ضحيه لاهمال جديده تضرب فتاه صاحبه 22 عام، توفت قبل ما تخلص الكليه، والسبب اهمال طبي على حد وصف الاسره. تعالوا متابعينا نسمع ونشوف القصه كامله من الاسره والام المنهاره. بنرحب بك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ممكن تعرفي شويه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، الام لله، الممرضه والدكتور اللي قتل وابد المبارك، الممرضه شريكه معاه، الممرضه بتاعته شريكه معاه، والله مش مسامحه، مش مسامحه، والله ما نسامحها، وبنتي مش مسامحه، وانا اخد حقنا منهم ان شاء الله. ايه اللي حصل؟ كلميني كده، كان مروه ايه؟ كان دخلت تعمل عمليه ايه؟ عمليه تحميم معده. عملت العمليه يا دوبك اسبوع، بعد العمليه باسبوع حصل لها خراج مكان العمليه، وحصل لها جلطه في الشريان الرئوي. يبعتني لدكتور قلب، يبعتني لدكتور صادق، والبنت عندها تسمم في الدم، ويقول لي عندها كورونا. اروح من هنا لهنا، من هنا لهنا، وبعدنا عن المستشفيات الحكوميه خالص. مش عايز ادخلك مستشفى حكومي؟ لا لا، ولا وبنتي كانت هتموت في البيت وما كنتش هعرف الا رحت مستشفى الحكومه يوم ما هي ماتت. بس برضه ما سبناش، بعت لنا الدكاتره من معاه. كلميني الاول كده، مروه كانت عندها كام سنه؟ عندها 22 سنة. 22 سنة. كلية حقوق كفر الشيخ. كانت في سنة تالتة. هي ماتت وهي تالتة في الترم الأخير. هي نجحت في الترم الأولاني والترم التاني ما امتحنتوش. حسبي الله ونعم الوكيل. أصيبت بعد إيه؟ طلعت من العملية قعدت، يعني كلميني بقى، مجرد دخولها المستشفى إيه اللي حصل بقى؟ هي قبل ما تعمل العملية هو طلب مننا التحاليل. تمام. اللي علشان تخش العملية. تمام. ويشوفها إن هي هتبقى حلوة للعملية ولا لأ، هتنفع تعمل العملية. عملنا التحاليل والأشعاعات وكله، قال لي حلو. عملت العملية بعدها بالظبط بثمان أيام، من تاريخ ما عملتها 8 أيام، البنت تزعق نفسي نفسي مش عارفه اخد نفسي، شفايفها ازرقت، ضوافرها ازرقت. اتصلنا بالممرضه اللي معاه، قالت روح الصيدليه
قسولي، ضربات القلب، نبض القلب والضغط. رحنا لمدة دقيقة قسنا، قالت له روح خدها ضروري وروح لدكتور قلب. خديها وروح لدكتور قلب. تمام، كل التواصل مع الممرضة. ايوه التواصل مع الممرضة وهي اللي تكلم الدكتور. تمام، رحنا لدكتور قلب، دكتور القلب عمل التحاليل وكشف، عمل أشعة، قال لي هي انت حاطة على بنتك شفايفها، حاطة عليها حاجة، هي حاطة روج ولا حاجة؟ قلت له لا، كانت شفايف بنتي زرقاء زرقاء زي اللحوس، زي اللي هي الجنتيانة الزرقاء دي، وضوفر وضوفر ايديها وضوفر ايديها. عملت قال خلي بنتك كل شوية خلوها برا، كل شوية يقيس لها ضربات القلب والنبض والضغط. وعلى ما التحليل طلع محللين عنده في العيادة، التحليل قال ده عندها التهابات شديدة او في الدم، التهابات شديدة في الدم، روحي اعملي لي التحليل ده، هي بنتك عندها جلطه في الشريان الرئوي. الدكتور بتاع القلب اللي قالك كده؟ ايوه. تمام، عندها جلطه في الشريان الرئوي، روحي اعملي التحليل ده، هي ضروري الا لازم. قلت له انا لوحدي، انا جوزي مش هنا وبنتي تعبانه زي ما انت شايف، واحنا هنروح امتى كفر الشيخ ومش هعرف اروح؟ قال لي خلاص خدي الحقنه دي اديها لي، والصبح لازم تعملي التحاليل ديت وتبعتها لي. عملنا له التحاليل وبعتنا له على الواتس، قال لي فعلا بنتك عندها جلطة في الشريان الرئوي. رحت يومها بقى البنت خدت علاج كده، بقت تزعق وتقول بطني بطني بتقرص بطني بتقرص. وانت مش عارفة بتزعق ليه؟ نعم، ما كنتش عارفة بتتألم ليه؟ لا اقول لها ممكن الجرح يمر مكان بيهم فبيعمل كده، تقول لي لا ده تقرص في بطني، تقرص في بطني، بطن البنت كده. قلت لها اكشفي بطنك، لقيت بطنها حمراء زي دي كده، بزراق بالوان كده ضربه في بعضها. فقمت جايه متصله بالممرضه، يا سلوى البنت بتموت وبطنها كبير وبطنها ورم والجرح ورم قوي. قالت لي صورهولي فيديو وبعتهولي، صورت لها فيديو وبعتهولي. قالت لي هاتي بنتك دلوقتي وتعالي لي العياده. لما شفت الفيديو اللي انت صورتيه، لما هي شافت الفيديو وبعتته للدكتور، هات البنت دلوقتي وتعالي العياده. خدت البنت ورحنا العياده في 47 في كفر الشيخ. جاب دكتور من المستشفى العام، هو مشرف على الرساله بتاعته، فتح للبنت الجرح. مجرد ما فتح الجرح خراج صديد، ريحته استغفر الله العظيم ريحته وحشه قوي من التبة، والله ريحته وحشه. والبنت تزعق على اخره وهو نافوره ويمسح والشقاش وقطن ملا ملا جردل قد كده من بطن بنتي جردل، والبنت تزعق على اخره. فبقول له من ايه ده يا دكتور؟ قال انا مش عارف، ده هو خايف يتكلم علشان هو التاني اللي مشرف على رسالته. فانا لما جيت هناك هو قام اتصل بيا قال لي ما تخافيش يا بنتك حلوه. قلت له بنتها هتموت. قام جاي، هي كانت في واحده هنا في البلد عامله عمليه وكانت ماتت نفس العمليه دي، فبقول له بنتها هتموت. قال لي ما تخافيش، ما هي زي فلانه. قلت له انت شعرفك ان هي بفلانه دي ده من زمان الموضوع ده؟ قال لي انا عارف كل حاجه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. بص كده المروه كده وكلمها كده، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. مروه جت لاختها في المنام، والله والله، وشافت الدكتور قفشته من رقبته كده اهو، قالت له انا مش هسيبك، انا مش هسيبك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت ظلمتني وانا هجيب لك حقك يا مروه، ربنا يعني واجيب لك حقك يا مروه، ربنا يعني واجيب لك حقك يا مروه يا رب. قال بلاش المحافظ كفر الشيخ يجيب حق مروه، حق مروه بنته، عشان مروه كتير هتبقى زيها من دكاتره فشله جهله ما يعرفوش حاجه، عايزين فلوس بس، عايزين فلوس بس. طبعا الخير وفيه وفي امتي ليوم الدين. وحق اخواتها وحق ابوها، اسره بحالها بتتدمر علشان مروه.
عشان مروة هي حبيبتي وكانت أملي وهي حياتي كلها. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. أتر كان نفسها تبقى محامية، كان نفسها تبقى محامية، كان نفسها حبيبتي تبقى محامية. ما بقتش حاجة، بقت تفكر بقى. وأنا كان نفسي أفرح بيها، كان نفسي أشوفها في وسط الفرح، كان نفسي أشوفها في وسط الفرح. شفتها وهي بتتكفي، شفتها وقفت معاها وهما بيكفنوها، كنت بزفها لربنا، كنت بزفها للحور العين. مروة في الجنة، مروة في الجنة، في الجنة شهيدة، مروة شهيدة عند ربنا. أنا احتسبتها عندك يا رب، جيب لها حقها يا رب، للظالم اللي ظلمها يا رب، وشافها وعارف. حسبي الله ونعم الوكيل في الدكتور والممرضة اللي عارفين اللي عندك يا بنتي، عارفين اللي عندك. منا لله، أنا مش مسامحاها، مش مسامحاها الممرضة يا مروة. وتتصل بيها وتقول لي بنتك حلوة، ولا البنت بتقول تقولي لا حلوة والله. أنا مش مسامحاهم يا مروة. راحت في غمضة عين بسبب إهمال طبي، دخلت تعمل عملية تكميم معدة، خرجت مروة متوفية. الأسرة حسبنا الله ونعم الوكيل عايزين حق مروة. متابعينا وحبنا في كل مكان، متابعي المصر يوم من محافظة كفر الشيخ، أنا معكم أحمد دمتم متابعينا وحبنا في مصر يوم. حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.